هذه غرفتي. الله، عندك أشياء وايد حلوة. عادي تقدر تلعب في ألعابي، بس ارتاح أول، أشوفك مصفر. أحم، أنت منو؟ شو تسوي على فراش أخوي؟ هلا، أنا حمدون، ياقوت قال لي أجلس هنا عشان أنا مريض. هين زين، هاي اللعبة غاوية، لعبة الممرضات. لا بس أنا لو سمحت، أنت بس المريض وأنا الممرضة. واي حليلك، حرارتك مرتفعة وايد وايد، واصلة أكثر عن المليون، كيف تخلي عمرك كذي؟ تدري؟ صدق كأنك مريض، أنت أشطر واحد يلعب هاللعبة.